هنأ مجلس الصحة الخليجي مملكة البحرين بحصولها على المركز الأول عالميا في مؤشر نيكاي للتعافي من كورونا، مؤكدا في تغريدة عبر تويتر أن هذا المركز يعتبر إنجازا لمملكة البحرين بشكل خاص وللخليج بشكل عام، كونه ملهما للانتقال من مرحلة التصدي للفيروس إلى التعافي عالميا، حيث اعتمد المؤشر على 3 مرتكزات رئيسية حققتها مملكة البحرين، وهي انخفاض معدل الحالات القائمة وتضاعف معدلات تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية.